مع بداية السنة، هل تعود الحياة إلى المبادرة الرئاسية وإلى عمل الحكومة؟ وعلى أي أساس؟ ما هي الضروريات؟ مياه، كهرباء، أزمة السير، ملف النفايات؟ من يعرقل ومن يستفيد؟ وعلى حساب من؟ الوزير الياس بو صعب ضيف مرسل غانم في كلام الناس، وإضاءات على الفساد في وزارة التربية ومستقبل الامتحانات الرسمية وأزمة النازحين السوريين. يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي: كلام الناس مع مرسل غانم، الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.